وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدث النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر. ناقشنا في هذا العام الكثير من القضايا التنموية، مثل قضية التنمية المستدامة والحاجة للمزيد من الاهتمام برفاه الإنسان والحفاظ على البيئة، وكذلك الاهتمام بالجانب الاقتصادي لارتباطه المباشر بحياة الإنسان. بالطبع كانت هناك مساحة كبيرة من تبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيين حول مواجهة جائحة كورونا وسبل وآليات التخفيف من تأثيراتها على الاقتصاد وعلى المجتمعات، كذلك التحديات المتعلقة بالتغيير المناخي ومكافحة انخفاضات الكراهية خصوصا عبر شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. في الحقيقة هذا يعني كان لوفد الشعب البرلمانية البحرينية العديد من المداخلات في حلقات النقاش، وتطرق الوفد في مداخلاته إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في التصدي لجائحة كورونا، وكذلك الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتخفيف تأثيرات أو آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني. وهذا طبعا جاء وفق الحزمة المالية والاقتصادية التي يعني عرضتها حكومة البحرين وتمت يعني تنفيذها على الأرض مجتمعيا واقتصاديا وعلى مستوى الشركات والمؤسسات.